السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض شغالين ميكانيكا في الحصة التانية، لسه مع بعض مكملين مركز السكن. فهناخد النهاردة إن شاء الله مثالين ونحلهم مع بعض. هناخد المثال الأولاني، نقرا المثال. بيقول لي ألف ب قضيب غير منتظم، طوله 30 سنتي. يبقى المسافة بتاعت القضيب كلها من ألف لب 30 سنتي. مقدار وزنه 500 ثقل جرام. وزن القضيب بس لوحده 500 جرام. ثبتا ثقلان، مقدار كل منهما واحد 100 والتاني 200 عند طرف ألف وطرف ب. مجرد إن أنا أعمل القضيب وأحدد النقطة ألف مثلا هنا والنقطة ب هنا، يبقى إن هو في ثقل إن هو كان 100 عشان هو إن هنا قال لي على الترتيب، وعندي ب اللي هي النقطة ديت كان الثقل هنا 200. نكمل. فأصبح مركز ثقل المجموعة عند منتصف القضيب. ده هنا محدد لي مركز ثقل المجموعة كلها عند المنتصف اللي هي النقطة ميم دي، مركز ثقل المجموعة كلها. السؤال ان هو عايز عين موضع مركز ثقل القضيب. مركز ثقل القضيب، طب هنيجي بقى ان نفترض مع بعض، طبعا ميم هي مركز ثقل المجموعة، هي في المنتصف. لا احنا قلنا لو دوت كله 30، يبقى من ميم لحد ألف دي 15، ومن ميم لب 15. نيجي ناخد بقى النقطة نون، اللي هي النقطة نون ديت دي مركز ثقل القضيب، بس أنا معرفش هي بتبعد من هنا لحد ألف قد إيه، وهو ده السؤال اللي هو عايزه. عايز موضع مركز ثقل القضيب، هو مكانه فين؟ مكانه فين على القضيب؟ هنا 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 فين بالظبط؟ هو ده السؤال. فهنفترض ان لام هي المسافه بين مركز ثقل القضيب والنقطه الف، يبقى هنفترض المسافه من هنا لحد هنا هي لام. نيجي نعمل الجدول بتاعنا. قلنا نقطه الف والنقطه نون والنقطه ب، الف ونون والنقطه ب. عند النقطه الف كانت الكتله قد ايه؟ كانت الكتله 100، بتبعد عن النقطة صفر وصفر، احنا عاملين محورين عند النقطة ألف نفسهم، فطبعا عند المسافة اللي هي س هتبقى صفر، لأن أنا شغال هنا اهوت عند النقطة ألف. نيجي باخد ناخد النقطة اللي بعد كده هي النقطة نون، 500 ثقل جرام. النقطة نون 500، بتبعد قد إيه عن نقطة ألف؟ بتبعد لام، احنا لسه لحد دلوقتي مش عارفين احنا المطلوب لأن أجيب لام دي قد إيه. بعد كده اهوت النقطة الأخيرة اللي هي النقطة ب. النقطة ب بتبعد موجودة ان هي كتلتها الأول 200، نقطة ب كتلتها 200، بتبعد عن النقطة أ مسافة قد إيه؟ 3 سنتي، 30 سنتي، لأن قلنا القضيب كله 30 سنتي وهو المسافة من أ لب. ماشي، هنيجي بقى مجموع الكتل كلها كام؟ كان 800. نيجي بقى مع بعض نعوض في القانون. عندي س طبعا مفيش صاد، لأن مفيش أي كتل تانية بتقع على إيه؟ خط الصاد، على محور الصاد. فهنجيب السين بتساوي إيه؟ السين هساوي دلوقتي هنقول ان اهو س م بتساوي 30 في 200، 30 في 200 مظبوط، زائد 500 في لام مظبوط، المفروض في زائد كمان 0 في 100 فعشان هي بصفر ما حطهاش. ماشي، ده كله على مجموع الكتل كلها كان كام؟ 800. هنا في المساله هو كان ذاكر لي اساسا اللي هي المسافة المركز ثقل المجموع كلها فين؟ قال لي في المنتصف، يعني س م اساسا بيساوي كام؟ ما طول القضيب كله كان 30، يبقى المنتصف يبقى يبعد 15 سنتي عن النقطة أ، يبقى اساسا س م اساسا موجودة عند اللي هي 15. يبقى في القانون ده كله يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي لام. يتبقى لي لام هي اللي مش موجودة. طبعا هضرب طرفين في وسطين، 15 في 800 كل الكلام دوت بيساوي 6000 زائد 500 لام، اودي 6000 الناحيه الثانيه باشاره سالبه، وبعد كده دوت اقوم قاسم على 500 هيطلع لي لام، دي طبعا بالاله الحاسبه يطلع لي لام بتساوي 12 سنتي، وهي ديت حل المساله. نيجي بقى للمثال الثاني. بيقول لي صفيحه رقيقه منتظمه كتلتها 300 كيلو جرام على شكل مثلث متساوي الاضلاع وضلعه 12 سم. يبقى انا عندي صفيحه شكل مثلث متساوي الاضلاع، كتله الصفيحه ديت 300. ما دام ان هوت في الحاله ديت كل راس من رؤوس المثلث ديت بياخد 100 كيلو جرام،
بحيث يجمع لي الوزن الصفيحة كلها تبقى 300 كيلو جرام. يعني هنا في 100، هنا في 100، وهنا في 100، وهنا في 100. نكمل مع بعض نشوف هو كده بس ولا في حاجة تانية. احنا قلنا طول ضلع طول ضلع المثلث 12، هنا 12 وهنا 12 وهنا 12 طبعا. بعد كده في كتلة تانية موجودة اتحط الكتلة عليها 100 كيلو جرام، اتحطت على الصفيحة فين؟ عند نقطة. النقطة دي تبقى فين بقى؟ بيقول لك عند نقطة تسلية أحد أضلاعها. يعني النقطة دي اتحطت على ضلع قسمه تلتين وتلت، حطينا مثلا على الضلع دوت اتقسم دلوقتي تلتين وتلت، تقول الضلع دوت 12 سم، يبقى دوت 4 ودوت 8، دوت 4 سم ودوت 8. بعد كده دوت عين مركز ثقل المجموعة، المجموعة كلها عايز بقى مركز الثقل بتاعها فين؟ هو دوت. نيجي نعمل جدول زي ما احنا بنعمله مع بعض. عند النقطة الكتل بتاعتي عند نقطة ألف ب و ج و د، عند نقطة ألف كانت مثلا 100 كيلو جرام، وعند ب 100 كيلو جرام، و ج و د برضه 100 كيلو جرام، كل كتل 100 كيلو جرام. طب نيجي بقى ناخد، عملنا المحورين س و ص عند النقطة ألف. طبعا هيبقى المسافة عند س و ص عند النقطة ألف هتبقى صفر وصفر. نيجي بقى ناخد المسافة بتاعت محور السينات على الكتلة اللي هي ب اللي هي 100 كيلو جرام. ب فين؟ ب هنا اهو. بيدي هي اللي فيها كلام شوية. يعني مثلا د عارفين بتقع فين؟ بتقع على 4 سم بعد النقطة ألف على محور السينات، وعند صفر على محور الصادات. النقطة د 4 و0 عند س وص. طب ناخد ج، ج بتقع بعد 12 سم من نقطة ألف، لأن طول الضلع ده كله 12 سم. 12 سم عند ألف يعني على محور السينات 12 سم اهي مظبوط، وهي اساسا على محور صادات عند النقطه صفر، يبقى 12 و0. بعد كده دوت مش فاضل الا النقطه ب. يعني انا عايز اجيب اخد خط كده هوت يقاطع محور سينات في نقطه، عايز اجيب المسافه دي قد ايه. وهنا نفس الكلام اخد خط كده هوت عند محور صادات يشوف المسافه ديت قد ايه. عملنا مثلث بالطريقه ديت. احنا قلنا طول ضلع المثلث كام؟ مش 12. انا عايز اجيب الطول ده وهنقول دوت اكس، وعايز اجيب الضلع دوت اللي هو واي. طيب هنا الزاويه ده مثلث متساوي الاضلاع، يبقى الزاويه هنا هو 60 وهنا 60 وهنا 60. نيجي ناخد هنا اهوت بقى طول الضلع دوت، الضلع دوت بالنسبه للزاويه دوت مقابل ولا مجاور؟ طبعا مقابل. يبقى هنا هنقول ان هو جا 60 بيساوي الاكس اللي هو طول الضلع انا عايزه على الوتر اللي هو 12 سم. يبقى في الحاله دي جت الاكس طلعت بايه؟ 6 جذر 3. نفس الكلام هعمله الواي بالنسبه لل 60 مجاور، يبقى جتا 60 بتساوي الواي اللي انا طوله ده اللي انا عايزه على الوتر اللي هو 12 سم. يبقى انا كده جبت الواي طلعت ب 6، يبقى انا كده جبت الاكس ب 6 جذر 3، والواي طوله الضلع دوت بكام؟ ب 6. نيجي بقى هنا هو قلنا الاكس ب 6 جذر 3 اللي هو هنا اهو. يعني المسافه من هنا لهنا اللي هي هنا من هنا لهنا على محور صدى 6 جذر 3. يبقى عند النقطة ب على محور صاد 6 جذر 3. وقلنا المسافة من هنا لهنا اللي هي واي بكام؟ ب 6. واي دي جبناها ب 6، اللي هي المسافة من هنا لهنا، اللي هي المسافة على محور السينات 6 اهي. كده مظبوط. كده ما دام عملت الجدول كده ومليته، يبقى انا كده بنسبة كبيرة جدا خلصت المسألة. نيجي بقى ناخد القانون بتاعنا. ناخد السين والصاد. السين بتساوي ايه؟ السين من هنا بتساوي في البسط فوق بتساوي 0 في 100، طبعا ما حطيتهاش عشان بصفر. بعد كده هو 6 في 100، 6 في 100، بعد كده 12 في 100، 12 في 100 ده كله زائد زائد. وهنا هو 4 في 100. طبعا بخلص الاقواس الاول وبعد كده بجمع مع بعض. بجمع البسط كله وقسمه على الكتل كلها اللي هي 400. طلع لي 5.5 سم. برضه نفس الكلام في الصاد. بقول ايه؟ هنا 0 في 100 بصفر مش هحطه، 6 جذر 3 في 100 نفس الكلام انا حطيتها هنا، بعد كده دوت 0 في 100 مش حطيتها، 0 في 100 مش حطيتها، يبقى اتبقى لي بس هو 6 جذر 3 في 100 على الكتل كلها اللي هي 400، اداني 2.6 من 10 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت المسافه على محور سينات والمسافه على محور صنات. يعني انا لو جيت نهوت على الضلع دوت وقلت س بتبعد عن نقطه ا بمسافه 5.5، يعني انا بتكلم مثلا في النقطه هنا، وص
تبعد 2.6 عن النقطة نوت، يعني تقريبا مركز ثقل في المنطقة دي. وشكرا جدا، سلام عليكم.